مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شو تحب. ضيفنا اليوم فنان شامل ورائع، قدم أعمال جميلة، نرحب به أجمل ترحيب. راح تتعرفون عليه لكن بعد قليل. تفضل أستاذ. طبعا الاسم الثلاثي واللقب باسم عبد الحسين علوان الكناني. طبعا خلونا هسه نرحب بنجمنا الفنان شامل باسم بغداد. حياك الله استاذ باسم. سيد رسلان الله يحفظك في دول عمرك. الله يسلمك. سعيدين بك. انا سعيد جدا بلقائك وبهذه القناه الجميله اللي ما صادفت انه اشتغل بها عمل، قناه الايام الحبيبه. حبيبنا واخونا. تحياتي للمشاهدين. تحياتنا الى كل اللي يشاهدونا. استاذ باسم البغدادي، البغدادي هواي دائما حتى ما يطق هالقد ما هواي. من قد ما هواي حتى صفحت بالفيس ما سميته البغدادي. لا شلون طقيته؟ يعني اعتبرها معجزه، يعني تركت انطباع بهذا الاسم. دائما مثلا سجاد الامير، علي الامير، هاي باسم بغدادي، هاي الاسماء البغدادي ما يطق. انت طقيت قد مطربات اسمين البغدادي. ايه؟ ورده البغدادي وما البغدادي. لا وانا هذا اللقب فني من كنت موسيقى باسم بغداد. مع العلم انا ما عندي تعداد 57، رجال مولود بالمحافظات. بها محافظه؟ واسط. بواسط. التولد 1/5 برج الثور. طموح ما ينكسر بسرعه. 1971. نعم بعد عمر صيح 71. 71 50 سنه دق الخشب. كون الله يطلع خشب هذا. لا خشب خشب زان. همين مسقط راسك كوت واسط. كوت نفسها بالشرقيه بهاي المناطق. لوين؟ بالحي. ها شنو كانت من اجدادك اهلك هناك؟ زراعه. عندنا اراضيهم موجوده. ما اشتغلت هاي المهنه؟ هو اصلا ابوي اجى البغداد يريد يتمدن، عارف الزراعه وجهنا. والله عارف تمدن؟ لا تمدد. من اين ومتى بدات من الموسيقى؟ واكو فد واحد من اضاف لك اكثر؟ خلينا نحكي بخت الموسيقى. لو اكو فد واحد؟ لا اكيد اكو فد واحد وصلتني للجمهور. الموسيقى رجال خلف الكواليس صح يعرفوك الوسط، الوسط الفني من التسعينات يعني. زين انت من كنت موسيقى يعني هم هاي الامكانيه الكوميديه والنكته بالزمان. لعد شلون سوينا برنامجك فد واحد؟ من خلال الوسط الفني. وحتى قبل اكو فد واحد، قبل ما حد يعرفني، الاستاذ عمران التميمي الشاعر محمد رحيم الطائي تحياتي له. تحياتي. قال لي بالجزء الثاني بيت الطين عدي لك شخصيه، هو مو ممثل بس شخصيه كوميديه. ودز علي بس صارت ظروف وما رحت، بحيث ورا فتره شفت عمران التميمي قال الشخصيه اللي رتبتك اياها انطيتها الفنان بعد ما يقدر يمشي بالشارع. منو؟ علي فرحان بن سميت. على اساس اللي تحياتنا لنا جدنا العلاوي، وان شاء الله يا رب يقوم بالف سلامه. وحيد يعني شخصيته. وحيد اي تحياتنا الكبير. اداها بطريقه بارع كان. صح. بارع صح. هو هي هالشخصيه ما تعطيها الواحد، هو جنوبي وعلى سجيته. صح. جنوبي لان يعرف لها يعرف حيثيات الشخصيه. صح. هاي الهوسه التفاصيل الامور يعني. انت انا متاكد هالثاني كمتلقي انت ايضا تاديها صح، لان انت يعني جنوبي. الجنوب مو شرط الجنوبي يعني، هو المفروض الفنان لكن بيئتك قريب على بيئتك. لا بس هي مو اكو شخصيه قريبه لك، قريبه على بيئتك. يضيف للشخصيه. اي صح يضيف للشخصيه لانه من نفس المكان. شخصيه اثرت بها الامام علي سلام الله عليه. عليه السلام. ابو الحسن بعد سلام الله عليك يا سيدي ومولاي. شلون تأثرت بها؟ قرأت لو على الفطرة هن أمهاتنا رضعنا حب على ابن أبي طالب. حب أهل البيت يعني يجوز ناخذه قبل الحليب يعني. أي صدق بعالم الذر إحنا ماليهم. أي والله صحيح. وأنا التمست بأكثر يعني الأطفال، وإحنا أصلاً مكنا أطفال يعني حبهم يعني شلون تعرفه يعني حب أكيد من الأعماق، بحيث من يجيب سيرتهم أنت تدمع عينك. صحيح. ومن تروح زيارتهم يصير عندك خشوع ما صاير. صحيح صحيح. والخوف من عندهم بعد هاي قاري على موضوع الولايه وهيك. لو موضوع فطري
لا قلت لك تربينا عليه. تربينا عليه. يعني أكو فد قضية يعقوب النبي عليه السلام لما إجا يحاكي ابنه يوسف بعد فترة طويلة، يقول له أنت يعني ردي بوس قبل إيده، قال له أنت ولي، يعني شوف الولاية قدمها عن النبوة، يقول له الابن أنت ولي، فالولاية يعني مو أي واحد يعرفها، فولاية علي بن أبي طالب لهذا من واحد، يعني إحنا محظوظين حقيقة عندنا ولاية علي بن أبي طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه يقول الإمام علي أنت بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. صح الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام. أي والله نعمة الإسلام الولاية. ونعمة الولاية أحسنت، أهم شيء نعمة الإسلام والولاية. الحمد لله وشكرا. بس كون حافظ عليها واحد ما يزاغل منا منا. يعني الله كنت تزاغل قبل منا منا. اللهم يا مقلب القلوب ايه؟ والأبصار ثبت قلوبنا ايه ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ايه إن شاء الله الله يا رب. وترى ربك كل شيء سهل وغفور رحيم، بس بنادى مو صعبه مره لو ضل عاد نادى هذا اذا ردنا نشوف هذا الموضوع يراد لبرامج. اي صدق اهم منجز بمسيرتك رسم الضحكه على وجوه الناس، هذا اهم شيء. صدق صحيح. هذا رصيدي والله بالحياة. صحيح والله. ولا الفلوس تجي بطريقه بس الناس ما ترضى على شيء، يعني شوفهم يوم وياك بالمناسبه حتى الشهره تجي من اتفه الاشياء، تلقى هواي حشاكم انتم حش الجمهور، واي ناس تافه اشتهرت، هواي ناس مجرمين ديكتاتورية اشتهروا. صحيح. بس أنا اشتهرت إنه رسمت البسمة على وجوهي. بس أستاذ باسم إنه الجمهور يوم وياك باكر مو وياك، شوف يعلق لك ويحبك وهاي ورا فترة موضوع بسيط أو هاي تعليقات وغيرها زين. الصادفة كالأشياء مثلا بالزيارة أو بمكانه بالشهر حال نواهبني ترى علقت لك سلبي، هم صادفك؟ والله اتمنى يعني اللي يحشي وراي بعد هاي بقت هو وربه. ايه اذا انا مسوي شيء مو زين ايه وسائل للجمهور حشاكي طبنا لا لا مو الا السيئله، هو جمهورك وبيهم هيك يحب، او مرات اقول انت زين شوفني بالشارع بوسنا قال ليش زي تعلق لي سلبي، هو يقول انا اعلق لك سلبي، يقول لي حتى جاوبني. استاذ رسلان يعني هي الناس مو كلها تتشابه. صحيح مو كلها تتشابه، لو تساوت الاذواق لبارت السلع. ايه عجب ما علقت عليه سلع سنة هذا ما نذل حبل مالاتك. يوم بحياتك لن تنساه وفاة بنت البكر الرحمة الخلود البنت عزيزة. هي بنتي مها عمرها 4 سنوات ونص بسنة 2000 انتقلت هناك. الله يرحمه يا رب. احنا ما نريد نتاجر بهمومك وهذا. لا نغادر الموضوع مو كلام. لا اشياء ما تنسي يعني. اي اشياء ما تنسي، لكن نغادرها حتى المشاهدين هم ين... لا احنا ما نريد نعكر مزاجهم. ما نعكر مزاجهم، واحنا ايضا ما نتاجر بهاي الاشياء الخصوصيه للضيف. فاكيد متواصلين معكم محبه المشاهدين، والفقره الثانيه شو تحب لكن بعد الفاصل. اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل، نرحب بنجمنا من جديد باسم بغدادي. شكرا لك حبيبنا استاذنا. الفقره الثانيه شو تحب؟ عندنا هنا ظرف، تختار من عندها ظرف، اختار لك ظرف. شيل ثلاثتهن. هاي ثلاث ظروف. ايه ثلاث ظروف ولا عدو واحد. ايه اجمال هنا واحد ما يشبه الاخ. هنا لازم اسحب الكل ولا بس واحد؟ لا واحد سحب. واحد عجبني الاصفر. اللون الاصفر لون الغرور، انت مغرور؟ إيه انا لا بالعكس. اعطيني والله اصلا زين مو اصفر. اللون الاصفر يفيدك بنزرق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا علي. السؤال الاول هاي اسئله. ايه السؤال الاول، عملت بالفن عازف ثم ممثل ومقدم برامج، شو تحب من بين هذه الاختصاصات؟ الموسيقى. الموسيقى سبب؟ يعني تحس نفسك اقوى شيء بيها؟ مو بس اقوى، اول شيء هي موهبه من انا صغير. فالموسيقى ما اقدر انساها، انا صح تركتها لاسباب وغايه في قلب يعقوب، بس احب الموسيقى. تعزف عود؟ اعزف عود واعزف اورجن وموزع ومهندس صوت. جميل. عشت حياه مليئه بالملذات والمعاصي، ثم تركت كل شيء وتوجهت الى الله. شو تحب من بينهم؟ اي مرحله تحسها افضل روحانيا؟ يعني ما يكون انسان عاقل يترك الله سبحانه وتعالى ويروح للملذات وال... مستحيل. كل شو له بس مو مستحيل. لا يعني شلون اوصل لك زي شلون تصير الانتقال يعني... عن مفاجاه ها يعني كنت في ضلاله
بالمناسبة من شنت موسيقي يعني هواي مطربين يشتغلوا وياي موسيقيين يصلون ويعزفون. أنا أقول لهم ما يصير. يعني واحد من النجوم العراقيين معروفين مطرب يقول لي ما هاي ياخذ معي تحسنات وهاي ياخذ منها سيئات. قلت له ما يصير، الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. صح. فيعني من تركت الموسيقى التجارة. اكو موقف صار خلاك تتحول يعني هيك؟ لا ابد لا. يعني حتى ما حد متفاجئ ابد. حتى انا ما متفاجئ يعني. طيب النبي عليه افضل الصلاه والسلام وعلى بيته حبب التختم، وانت دائما تحب الخواتم، شو تحب نوع من الاحجار الكريمه؟ تختم باليمين من صفات المؤمن. مو هذا السبب بس. هو انا الاشياء الجميله احبها، احب الزمرد. الزمرد الياقوت. الزمرد الكولومبي؟ لا هو كولومبو غالي مو؟ هو اغلى شيء. لما نطيك ان شاء الله اسعاره اسق لك انا بالاحجار. الزمرد لا انا اعرف اسعاره. اي الزمرد والياقوت والاوبال. الاوبال الناري لو ياهم الاسترالي الناري ولا الناري. نادر الاسترالي. اي اكو الاثيوبي. اي بس ال هواي الحلقه مال الاحجار. لا الموضوع فري يعني نسولف كل شيء. اي حلوه الاحجار. اي يعني هن طبعا جابوا لي والله اوبال ناري قبل اسبوع كلش حلو. اوجه تحيه للشخص اللي جاب لي اياه. بركه تجيب لنا تدلل. يعطيك ماتو العباس والحسين. بيدك احلى. في دول عمرك. انت لم ترى امك بحياتك لانها توفيت وانت رضيع، شو تحب تقول لمن لديه ام الان وهو عاق لها؟ الله يرحم والدتك طبعا قبل كل شيء. يرحم والديك ويرحم الامهات. كل امهاتنا. الله يحفظ امهاتنا العايشه. إيه؟ انا باي اي مره اشوفها بالشارع اعتبرها مثل امي. وامي يعني. اقول له يعني هاي امك باب من ابواب الجنه. صح. بس ينست اللاص عليك. صح والله العظيم. صحيح. وما يعرف قيمتها الا اللي يخسرها. صحيح. استاذ باسم انت تخدم الجميع مجانا، شو تحب تقول لمن يستخدم نجوميته بقضاء حاجه الاخرين وبمقابل مبلغ او هديه؟ هو الخسران. ومن يقرض الله قرضا حسنا نضاعف له الاجر. سويها لله. صحيح. صحيح. تعرفهم ذول اللي يخلصون شغله؟ إيه طبعا. زين بس مرات هم انا اعرفهم واصدقاء اكو بيهم، مثلا مرات حاكي تشوفه يقنعك. خلينا نحكي صراحه حتى نكون ما نكون كلش نحكي واو هيجي، خلينا نحكي المكشوفات ماله. هذا محتاج هو مو بس هيجي، مثلا اذا فنان او نجم او يعني مرات يشوفه هو يقعد له سنه كامله ست اشهر بلا شغل، يعني الهديه انا اعتبر الهديه طبيعي. أنا دائما أقول للشباب أصدقائي أقول لهم الرزق مثل الموت، يجيك يجيك. الله. سمعت قبل شوي نتخابر. أي كنت أحكي شوي قبل التصوير. أي صح. فيقول صح. قلت له الرزق يجيك يجيك مثل الموت. صحيح. فليش واحد مرات يستعجل وياخذها؟ إذا مو بالحرام بالسحت. إيه؟ إذا مو بالسحت بالقوة. إذا مو بالقوة بالإكراه. فهو الرزق يجيك. والله صحيح. وما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. أي والله. أي والله رزاق حي. ونعم بالله. والنعم بالله. أنت رجل أمن وفنان بنفس الوقت، لو خيروك أن تكون موظف بدائرة السينما والمسرح أو تبقى موظف بالداخلية، شو تحب تختار؟ أي شيء يخدم بلدي أنا موافق عليه. أنت تداوم بالمكافحة المتفجرات؟ نعم. تعرف هاي وزارة الداخلية. تحية إلى كل قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي وجيشنا ومكافحة الخبير المتفجرات. الشخص الذي لا يخطأ مرتين. إذا خطأ مرة يموت. يموت. تعرف العبوات وهي السؤال؟ طبعاً لعد شون أنا علاقات وإعلامنا. أعطوهم كل شيء فإنهم ميتون. يعني أنت لو تشوف هذا الخبير والمفرزة اللي تطلع من يجينا اتصال أنه أكو مثلاً عبوة مزروعة على الطريق الفلاني أو سيارة مفخخة. تعرف الخبير من يطلعون المفرزة عباك رايحين بعرس مكيفين؟ رايحين حتى يعتقون أرقاب ناس. الله. هاي إذا انفجرت إيش قد راح تأذي ناس. صحيح. فتحياتي لهم. تحياتي. الأحياء الأموات. رغم التزاماتك الفنية لكنك تتواصل مع الأصدقاء بأداء الواجبات والمناسبات، تحب التواصل أكثر من الفل والعكس، يعني تجتماع مثل ما يقولون. ماكو إنسان عاقل ما يحب الواجب وما يأدي الواجب. وخاصة الفضل يعني دين. يعني أنا قايلها بأكثر من مناسبة إنه إذا واحد يسلم عليه يقول لي شلونك باسم أعتبره مسوي عليه فضل لازم أرد إله. فكيف بس أكو فنانين بس ضمن العمل ما يتواصلون خارج العمل. هاي مشكلته. إيه هاي هو سجل زين. أنت مثلا هم
تقدم فضل وتتواصل وها وثي يصير عندك فرح او لا الله كيفك الشر الحزن ما يتواصلون؟ لا طبعا هي داخلية قلبة، بس انا دائما اقول سودين مرات مثلا صار مثلا حادث او مناسبه عند فلان يقولوا لي هو واصل لك وراح تروح له، اقول لهم ما واصلني، دخلنا اوصل له هسه خلانا ابدي والله اشوف خلانا ابدي واشوف صح. اذا اجاك دور يعني اكو 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 اشياء هي تضيف لك الك ولسجل حسناتك، مثلا الفاتحه، المريض الله سبحانه وتعالى يقول انا عند راس كل مريض صح. فانت اذا تزور مريض على قلبي هي صحيح صحيح. اذا جاك دور هزيل ولكن باجور عاليه وجاك العكس يعني دور محترم وباجور قليله، ايش تحب تختار بينهم؟ نكون صادقين. والله انا حاكيها حتى سويت برنامج على هذا الموضوع انه انا قبل كل شيء اخر شيء افكر بالاجور، اذا ما اقرا النص واقرا الشخصيه. حتى مرة سويت مقلب بإحدى الفنانات قلت لها أنا من الخليج وعندي عمل مشترك ورايدك، إيش قد تريدين إجور؟ قالت دفترين. عاد قلت لها يا بها أنت طلبتي دفترين، عرفتي هذا العمل يجوز يسيء لبلدك، يجوز يسيء للدين مالتك، للطائفة مالتك، لإسمك، غير أول ما تعرفين شنو العمل خجلتي. فأنا إذا ما أشوف النص ما يهمني الأجر. ما يهمني الأجر. تمام. انت تزور كربلاء اسبوعيا مرتين او ثلاث مرات، شو تحب من مراسم الزياره وش تحب اي لحظه بيها؟ الخميس صلاه المغرب. اها حتى الدعاء تحت قبه الحسين مستجاب طبعاً. الخميس حتى ما نصليها قصر، صليها تامب عند قبر الامام الحسين. صحيح. استاذ واسم خلصنا فقره شو تحب، اريد اسالك سؤال. انت عندك برنامج مقالب وهاي التفاصيل، كنت صاحب رسالة بالبرنامج وكنت مصلح ومحروق دمك من تحكي على الأشخاص اللي يسوقون ويكتبون بالتليفون، وأنت دائما تسوق تلعب بالتليفون. يعني جاتك الفكرة من خلال نفسك؟ لا، هواي حوادث صارت. زين تتعلم الناس تقولهم لا تسوقون؟ ما راح تصدق ولا المشاهدين راح يصدقون. ايه أقسم بالله الكريم، مو قلت لك أي واحد يدزني مسج ويقول السلام عليكم استحي لازم أرد عليه. ايه صحيح صحيح. خاصة من أفتح سيقول فتح الرسالة وما جاوبني، فلازم أجاوب. طبعا فاضل عباس يقول يجيني أخذ روح الكربة، يقول روح ونجيني بدين قعدت موت على إيدي موت على إيدي. وأنا من أروح ألبس حزام أمان أقول لك وز ضالع عمره وهم ترى كبير. لا سيضيع شاش مالك علاقة. فاضل عباس شباب روح شباب. تحياتنا الى اخو باشا فاضل عباس. خاف يحاسبنا ورا البرنامج. هاي ام الحلقه بجيبها دتشا وعلي. كم طقه من ازع معك؟ ها سبع طقات خوجه. سبع طقات ولا عدو واحد. اي والله. طبعا اكو معلومه مال موقف مال التاكسي بسوريا. شنو مو خلصت؟ ها؟ مو خلصت الاسئله؟ لا لا بعد هي. موقف التاكسي بسوريا. وهي راح يمطشر؟ ها؟ وهي راح يمطشر. اي؟ اي كان عندنا برنامج بسوريا انا ورحيم طشر ويانا فنانات سوريات يعني بس من العراق بس انا ورحيم طشر هو تاليف فاضل عباس تحياتنا اليه. فانا كل ما اروح سوريا اول ما اوصل لازم ازور السيده زينب قبل كل شيء ما اسوي سلام الله عليه. فقلت له رحيم نروح نزور بس دير بالك تحكي عراقي. قال ليش؟ قلت له سواق التاكسي من يعرفونك مو هذا يضطرون بيك وعلى العداد ياخذون عندك. قال ما احكي. وقف التاكسي قلت له كيفك معلم؟ قال لين. قلت له على الست. قال 3000. قلت له 1000. قال 2000. قلت له 1000. راح انتشر. قال له الحين جينا ب 1000. قال له شرف انقلب سعودي. شايف العراقي من قال له استوري جينا ب 1000. تحياتنا راح انتشر. الحين جينا ب 1000. وبالجوازات من جيت تسافرون؟ اي هي من ردنا نروح لازم تسلم الجواز الصبح بالسفاره. ايه. وتدفع 80 دولار كانت بوقتها 105000 عراقي. وترجع الظهر تاخذ الجواز مأشر. فدخلنا انا ورحيم للسفاره اعطينا الجواز ودفعنا كل واحد 105000. طلعنا ردنا نوصل الباب واحد صاح شباب. قال لا اثنينكم. رحيم قال شكو؟ قلت له والله ما ادري شو صاحوني. رحيم قال بس لا دقوا لي منع. انا بال 2009 كاتب قصيده على سوريا ما ادري على شنو. قمنا ناخذ اخماس بس داس. شنو شكو؟ قلت له لا عرفونا وراح يعطونا هسه الفيزا. المهم وصلنا قالوا البنت تريدكم. قلت لها تفضلي. قالت هاي 5000 مشقوقة بدلونا اياها لو. طبعا تحياتنا رحيم طشر تحياتنا. واردنا لحجا مبررا وسعيا مشكورا.
عمره هو عمره زار قبر النبي هنيئا له وديت الله. انا وصلت للمطار والناس عبالهم كلهم انا وياه يعني شو يقولوا انت مو بالعمره؟ قلت لهم لا ان شاء الله ان شاء الله يكتب لك بعد رمضان ان شاء الله ان شاء الله يكتب لك اياها وزور شعاب ابو طالب وزور قبر النبي ومكه امنيه ان شاء الله. شنو المانعك حاليا؟ يعني استمر رمضان قلت كمل شغل يعني التزامات يعني التزامات. الله يوفقك يا رب. عندنا فقرة شنو رأيك لكن بعد الفاصل. روح نشاهد هذا الفاصل وبعد تراجعين. هسه فقرة شنو رأيك أستاذ باسم، نرحب بكم جديد والمشاهدين. فقرة شنو رأيك نستعرض لك صور ثابتة هي بالبرنامج وإضافة بالإضافة إلى بعض الصور، تشوف الصورة تعطي رأيك بيها. أوكي. نبدأ بأول صورة، العلم العراقي دائما نبدأ به، سترنا وغطانا. الله الله، الرحمة والخلود للشاعر والفنان صباح الهلالي، هذا الشاعر المهم صوت الفقراء. ألف رحمة على روحه. كان يعني أقرب شخص إليك وأنت وفي حقيقة قريب. تروح للنجف أنا دائما أشوفك ما عفت لحد الآن. بعد قريب إلى قلبي وهو ما مات. هو رحل بس ما مات. أكو غصة بقلبك. إيه طبعا الحمد لله والشكر يعني. زين أكو يقولون متوفى أنتم كنتم زعلين أو هيك شيء؟ يعني هذا لغط. ما نريد نتطرق عليه وحتى ما نعكر أجواء المشاهدين. أو يعني هذا الموضوع إذا يخدم المشاهد نسولف فيه وإذا يخدم البرنامج نسولف فيه. سؤال باختصار. لا هو يعني. أو إذا ما يخدم براحتك. تحس أنت ما يخدم أحد؟ إيه طبعًا. إحنا هم أي شيء ما بفائدة المشاهدين. ما مساني قريب للحور. إحنا نقرأ على الفاتحة هسه. آمين يا رب. نقرأ الفاتحة هاي كلش كافي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. هاي كلش كافي. احنا بنستعرض صورته في سبيل الذكرى ونقرا على الفاتحه. ما اريد لا اريد نبكيك ولا اريد نهيج المواجع ان شاء الله ما تفقدون عزيز. انت حتى الامساكيه توزعها باسمه طبعا صوره الامام السيستاني. السلام على مراجعنا العظام وعلماؤنا مصابيح الدنيا وورثه علم الانبياء. الرسول يقول سلام الله عليه. صح كلمه للسيستاني. يعني شو تريد تقول لهذا الرجل اللي حافظ على أمن ووحدة العراق؟ صح. بفتواه فتوى الجهاد الكفائي تكفي قضى على داعش نيابة عن كل البلدان. حسنت. الله يعطيه الصحة والعافية. صورة أخرى. رئيس العراق حكم العراق بالحديد والنار على مدى 35 سنة وهو الله سبحانه وتعالى راح يتجازه. اللي يحبه الله راح يحشره وياه واللي يكرهه الله راح يحشره وياه. أحسنت. القبر نهاية كل إنسان طبعا. أين المفر؟ مكاننا هذا. يعني الإنسان العاقل يتوقع بأي لحظة. نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. أي لحظة أنت راح تزور هذا المكان. اللهم يحسن خاتمتنا. تخاف من الموت أستاذ باسم؟ شنت ها. بس هسه ليش تخاف؟ أول شيء يعني انه انت مؤدي الواجبات اللي عليك، وثانيا كلهم احبابك امك وابوك واصدقائك الزينين هناك. راح تروح يمهم. الله يرحم الجميع. امين. الاحتلال العراقي ومأساة الام العراقيه في هذه الصوره، وصمه عار بجبين الولايات المتحده اللي ماكو اثنين يختلفون على هي عدوه الشعوب. الله يلعنها الى يوم الدين. احسنت. هسه عندنا شو تحب الدز مسج الشخص تحبه، فد مسج طلع تليفونك ودز مسج الإنسان تحبه أو شخص متزاعل وياه اتصالحه من خلال هذا المسج. يعني عجة وهسه طلع المسج. إلا الشخص يعني؟ شخص الإنسانة عندك حبيبة تزوجتك حتى إذا عندي حبيبة أقول هنا قدام العالم. لا يعني شدي المهم دز مسج دز لزوجتك مثلا قاعد أحبك او دز الصديق عندك زعلان. هذا حكي استاذ، احنا نريد فشي يوصل
بل لا يخرج من القلب لا يصل إلى القلب. يعني ما عندك شيء بالقلب؟ لا ليش ما عندي؟ لا شنو؟ لا هذا الحب، الحب من الله سبحانه وتعالى. ما مزعل أحد؟ ليش؟ يعني إذا كان سعد مزعل أكو إنسان الكمال لله ترى. صحيح. يعني أكيد أنا زعلان ويا شخص أو ويا أقرباء، بس يعني هي بكل يعني بكل الأحوال لو أنا غلطان. تريد توضح مثلاً الشخص أنت غلطان بحقه؟ أي واحد أنا غلطان بحقه أقول له أعتذر يعني. جميل. أي واحد مواعدة أعتذر، أي واحد يعني حكيت عليه بوجوده أو ما موجود، ميت هو أو عايش، أي واحد يطلبني فأقول له يسامحني. حلوة لغة الذمة. إن شاء الله. حلوة لغة الاعتذار ولغة الشجعان هاي. لا طبعاً أكيد. شكراً لك أستاذ باسم. مو أكيد عيب اللي يعتذر، عيب اللي يخطأ. صح، أحسنت. أكيد مستمرين وياكم وراح نوصل للبارت الأخير لكن بعد الفاصل. من جديد رحب بكم محبة المشاهدين وضيفنا باسم البغدادي. هسه وصلنا إلى فقرة انجح واربح. انجح واربح؟ اي. أسألك كل سؤال أعطيك حرف من رمز عراقي. راح نبدي بأول سؤال. بس مو أسئلة صعبة بدعة أمك. لا تبشر. عافية. تشتدري بي. أول سؤال هاي طبعا هذا هاي الفقرة اسمها مرحلة الوحش. ليش؟ يعني يا مرحلة الوحش. أول سؤال ما هو أكبر الكواكب؟ أعتقد الشمس. تحياتنا إلها. خطأ. السؤال الثاني ما اسم منظمة الدول المصدرة البترول؟ أوبك. صح. وين الحرف؟ أعطيك الحرف الثاني اللي الأول ما عرفت أنت. بالأخير ما راح تكمل. لا بعدين أنت شوف شلون. سؤال أي المدن كانت عاصمة الدولة العباسية؟ عاصمة الدولة العباسية؟ إيه؟ هي بالعراق. إيه؟ بغداد. إيه صح. هسه غير يغششني فاضل عباس لو أدرك ويش أسئلة. أنا يا متحالفين. فاضل عباس أنا متحالفين بالعباس ما يطلعش. يقول بس سادة داري هم ليش شارع عندنا أول ثاني ضيف سيد سيح سويت لازم. لا لازم يعني هاي. لا بس ستة أم أخونا ستة بسبعة. هاي الفقرة نختبر بها ثقافة الفنان. بما يسمى بيت الدجاج؟ القن. حسنت. هو قن. قن إيه هلا نجم بيتك. ان شاء الله عامر الوحش اسئله العشوي. ان شاء الله عامر بيتك ان شاء الله. ما هي اصغر الدول العربيه في المساحه؟ انا اعرفها طبعا. ايه اذا مرات اصغر دوله هي الفاتيكان بس هي مو مساحه. ايه لا لا عربيه نحكي. عربي قطر. لا بصفة. بحرين. ايه صح. لازم اقرب لك اياها يعني يهمني شوية داريني. شلون ما داريك؟ راح أحط لك مي مهلب الأبيزات. حط لي ليه. مو زينة. ما هي عملة اليابان؟ الين. حلو. إذا ما داز لك يان فاضل أقسم بالله الكريم لا. هو أصلا من قلت لها الأسئلة قلت لساني لهم خابر أستاذ فاضل مستفسر هذا الهاء على طار الهاء هم مرات تضحك شيء بمجاملة؟ اي طبعا هواي. حتى لا تفشل المقابل. احسنت حلو حلو هذا. كم يوم خلق الله فيه الارض؟ سبعة ايام. ستة ايام. ستة ايام العفو. لا تطي شنو ما تطي؟ ستة ايام. احنا بن هاشم نكرم يقول لا تطي باو اسمع. نعم لك ولاهلك. يروح لك. الطوش صدق كذي مش مطيرانج. من الذي أسس علم الجبر؟ فراهيدي؟ لا 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 بعد عندك خيارين تقول اسمين. أنا إيش قد أكره الرياضيات. أتصور بالثالث متوسط بنص السنة ما أخذ 3 من 100 مثل ما هي 30 إيش قد قالوا لا حاطولك هاي الخطة 3 من 100 هاي 30 ما أكره الرياضيات هاي يعني صفر بس هو مقر عليك علم الجبر.
أو خيارات وأنا أقول لك. ومن عنده تأسس علم الحاسبات أحسن أقول لك ابن سينا. تحياتنا إليك. شو أسوي لك؟ طحن هذا السؤال. يلا يلا. ما هي السورة التي سميت على اسم فاكهة؟ التين. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. التين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين للذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أيكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله صدق الله العلي العظيم. هسه جمع الأحرف حتى تعرف من هي هاي الشخصية وهذا الرمز. تسلسل له شنو؟ ها؟ عرفتي طبعا من هو؟ راء وهاء وفاء الفراهيدي بس صحيح. الألف ماكو صحيح. أهنيك. شكرا. طبعا أخذت 70%. نعمة خير وبركة. نعمة. الحجم هذا 60 بس ها 10 خوانيات. يعني أكو فنانين جابوا أكثر؟ لا لا يعني حد الآن حميد القارة النهم 50 أخذ كيلو 60. إذن أنا إعفاء. أنت إعفاء بالنسبة بس سجوخ مو تنسون. بس هنحكي بخت سجوخ مو تنسون. يعني أنا سؤالين ما عرفتهم صح. هاي ضرورية طبعا سجل النتيجة ولو يعدكم مسجلة بعد وما بس أنا لازم إذا مو توقيع في شيء. أنا دكتاتور. اكتب 70 واكتب بالكتابة 70. اسم البغدادي 70%. شين تطلبني فلوس تريد أكتبها كتابة بسوي لصايك هذا مثل واحد خلي أسوي لك إياها للطرفة. نزل جديد بمنطقة فورا كم يوم دق الباب على جيرانهم طلع على جيرانهم تفضل قال أنا جيرانك ونازل جديد ومحتاج 250. قال له أبشر صدق كذا بطبل المره. قال ولك ايش عندنا هذا جيراننا جديد خطيه يريد 250 ايش عندك شطيني لملمن. قالت له هاي بس 200. راح له قال له درنا هاي بس 200. قال له مو مشكله ظلت يمك 50. قال له جيت تطلبني. بعد احكي لنا مواقف. الجمهور اكيد يحب يستمتع بمواقفك باشيائك. واحنا هم نريد نستمتع احنا احنا كجمهور يعني. موقف حقيقي. موقف حقيقي. مره رحنا أنا وماجد ياسين ونسمة رحنا لإيران عندنا إعلان المركز نسوي إعلان فزوجتي مصطفى قالت لي الماطور عاطل. قلت لها أنا ما أتأخر وصدق ما تأخرنا طيران يوم وصورنا الإعلان يوم ورجعنا يوم. ثلاث أيام رجعت ما صلحته رحت عندي شغل بالدوام دزت لي مسج قالت يا معود المنطقة المي مالتها ضعيف كلش ولازم ماطور. فسويت خابرت أخويا جاسم قلت جاسم صلح الماطور. ورا ساعتين لزت المسج قالت تصلح الماطور. قلت لي الحمد لله بس قالت حرامات طفت الكهرباء. قلت له شنو يعني؟ قالت عبالي سمعك صوته. قلت له نور الزين. والله العظيم قوي. موافق انت ورحيم هواي. انا ورحيم ايه يعني ما تستحضرني. رحيم ورده. رحيم انسان على طيب القلب. يعني نادرا ما تلقى واحد يعني ما عدا دغش. ألف رحمة على والدي. صحيح صح. أكو ناس إذا دغش و12 و13 وتمشي وياهم. أكو فنان يقول عزلوني ويعتب عليكم. عزلوني شو عندنا شنو مباراة؟ كان وياكم يعني. شلون يعني؟ يعني كان وياكم مثلا تروحون احتفاليات، إيفنتات، هاي تفاصيل. دزون عليه تاخذ وياكم. هسه مثل ما يقول كنتو ما تتصلون بي ما يعني هو اذا الرزق بيدي وبيد رحيم مطشر فاقرا على الدنيا السلام. الله لا صدق والله. والله كلامك ممتع. لا صدق والله. هم يقولون عزلتوني هو الله ذا كاتب له رزق ويانا. صحيح ترى ماكو واحد صح. اكو وايد ناس تمنع معهم بس الله موجود. بس مو مرات يقول يقول يطلبوني بالاسم وما يجيبوني هنا. ماكو هيجي. ماكو هيجي. ماكو هيجي مستحيل. صح اعرف هذا اللغط والحكي اللي ورا الكواليس ما يخلص مع الاسف. وهو هذا الوسط اللي احنا عايشين به. انا حاكي اكثر من مره وسط عباره عن نفاق. ماكو منافسه شريفه. تحب تلتقي بالناس العاديين يعني اكثر من كذا. ناس بالوسط الفني مثلا ما يحبوا الرسلان. ايه ورسلان ما ملتقي بيهم اصلا. ما انا اصلا تعرفني ولا اشتغلوا وياهم. انت تعرف تلتقي بحد. ايه الله يشهد. ايه صدق كل احبهم والله كلهم اساتذه. هسه لا تحبهم. ايه بس اخلص منهم. اي صدق وانا محال الموهب الجميع. حتى يحكي علي محال الموهب الجميع. على طاري رسلان. ومن عمل خيرا فلنفسه. إيه؟ ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صح.
على طار رسلان طلعت برنامج طار نبرسلان رحيم طشر ولا يسولفون يقولون ابتلينا وين وين يمشي الناس الهاي ويحلفون بينا وهاي التفاصيل فانتم كنتوا تدرون لو ما انت كباسب بغدادي شاهدتي مجروح علينا قدامك الله يعزك حكيت وراك ويسيلون ويحلفوني برنامج ما دام صار عليه لغط وحكي اذا وصل للعائله العراقيه صحيح ويكفي انت وصلت بيه رساله الحمد لله انه هيك كانوا يتصرفون داعش اللي هم كلاب أهل النار مثل ما وصفهم الإمام علي. صحيح صحيح. وكان الضيف رائع. تسلم. وأديت رسالة بطريقة جميلة. الحمد لله. رأيك ببرنامج تحب؟ والله برنامج مو تقليدي. يعني ملينا من هاي اللقاءات وبالبارت الأول أنا قلت لك يعني بالبريك. إيه. قلت لك اللقاءات هاي التقليدية بداياتك. لا ويدخلون حتى بالخصوصية. وهذا أنا من خلال هذا البرنامج مالتك من خلال كاميرا. قناة الأيام نصيحة لكل الفنانين ولكل مقدمين البرامج لا تنشرون غسيلكم أمام الجمهور يعني هسه مثلا الناس تحب ماجد ياسين عدة جمهور ملايين الجمهور أنا أحكي خصوصيات أشوه صورة ماجد وأخلي الناس في سبيل المقدم ينجم أو يجيبون مشاهدات تجي نسبة مشاهدات وصير الترند هاي على حساب على حساب على حساب عسى ما يشوفون البرنامج 10 أشخاص سمعة الناس 10 أشخاص المهم قدم رسالة بسيطة تحياتي لك تحياتي المعد البرنامج تحياتي البرنامج مو تقليدي وأنا متأكد هسه الناس راح تشهد بهذا الموضوع احنا سعيدين بك استاذ باسم تشرفت وانت طيب القلب والقريبين عليك دائما يحكون انه باسم بغدادي هو متفاني لخدمه الناس واي واحد يتصل بيه يركض له وهاي من نعم الله عليك حاجه الناس اليك من نعم الله عليكم حوائج الناس اليك الحمد لله الحمد لله وشكر ان شاء الله دوم ويستر عليك وعلى عائلتك والديك الله يعزك رحمه الله على والديك وشكرا لاداره القناه وكل العاملين بيها شكرا لمخرجنا ومصورينا كل الشباب اللي خلف الكواليس كل العاملين حقيقة تعبناهم الله يحفظهم يا رب ويحفظ الجميع شكرا لك استاذ باسم وشكر موصول لكم أحبة المشاهدين شكرا لكم أحبة المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين في أمان الله.